المصرية والأمهات طبعا، وخصوصا مع دخول فصل الشتاء واللي بينتشر فيه امراض بقى. خدوا عندكم برد وانفلونزا ورشح وخلافه وكحة، واللي بتنتقل للأطفال من خلال تواجدهم في المدارس والحضانات والشباب كمان في الجامعات والدروس وغيرها. النهاردة هنتعرف على طريقة نقي بها أطفالنا وأنفسنا طبعا احنا الكبار برضو من الحساسية والبرد ونقص المناعة بصورة جيدة. نحاول نقوي مناعتنا ده من خلال لقائنا بالدكتور مجدي بدران، استشاري الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، وبالتأكيد بننتظر تليفوناتكم. برحب بحضرتك دكتور مجدي. أهلا بيكم أستاذة المشاهدين. خلاص يعني فصل الشتاء على الأبواب، بدأنا نكح من غير برد. الله يسلمك. انتشار الحساسية عند الأطفال اللي هي احنا بنترجمها نقول لك الولد ده صدره تعبان أو عنده برد أو حتى عنده يعني ربو وحساسية على الصدر. نعمل إيه بقى؟ وأشوف حضرتك طبعا لازم نعترف إن احنا أو الأول السبب. الشتاء القادم، الشتاء اللي داخلين عليه ده بيعدوه من أسوأ أنواع الشتاء على مدى قرن كامل. صحيح. نمرة واحد. نمرة اتنين، أن الحساسية لازم نعترف بيها وموجودة في العالم كله لعدة أسباب، من ضمنها التلوث العالمي. وإحنا ما نتوصاش. والتلوث أصبح داخل البيوت كمان، دي خطيرة جدا. نمرة اتنين، أن في توتر. طبعا شفت الاخبار اللي بنسمعها كل شويه في كل حته في العالم، والحروب والكوارث والزلازل والحاجات دي كلها والمظاهرات، الحاجات دي كلها بتخلي الناس تتوتر. التوتر ده بينعكس على الاطفال، فبالتالي برضو بتقل مناعتهم وحساسيتهم بتزيد. الحاجه برضو المهمه بعد كده، النمط الحياتي الانسان بيتغير. انا بنام الساعه 8 واصحى الساعه 4، مين بيعمل كده؟ الناس كلها بتنام الفجر وبتصحى بالعكس، ده خطا كبير جدا. صح. يبقى النوم اصبح مختلف، اللي ينام بالليل. النوم بيأثر له تاثير على مرض الحساسيه. الجهاز المناعي بتاعنا بينشط ليلا بس على شرط يبقى في مكان مظلم ومفيش ضوضاء. دلوقتي الناس كلها فاتحه التلفزيونات بالليل وقاعده شيء غريب. صح، بينام على التلفزيون ومصر اعتقد من الدول القليله النادره جدا اللي فيها الناس تسهر بالليل، يعني اليابان وبريطانيا والناس 6 خلاص 6 7 تلاقي الناس كلها نايمه. احنا بس عندنا الحته دي، ودي اثرت علينا للاسف، يعني قللت مناعتنا وزودت حساسيتنا. المبيدات كمان اللي بنرشها عمال على بطال النمط الغذائي، بقى الحشرات والزباله حضرتك طبعا النمط الغذائي بتاعنا بيتغير، بناكل الاغذيه بعيده جدا عن الاغذيه الطبيعيه اللي كنا بناكلها زمان. وبناكل حاجات غريبه، ودلوقتي ممكن الواحد ياخد المصروف بتاعه ياكل اكياس متعبيه فيها حاجات وازاين مزججه ويفتكر ان هو كل ماده حافظه، مواد كتيره، مواد مكسبات طعم ولون ورائحه، مواد حافظه واشياء كتيره جدا. والاطفال بياكلوا ما يسمى الاغذيه الطاقه الفارغه. هو بياخد حاجه بيفتكر ان هو بيتحرك صحيح، وبيفتكر ان هو شبعان، هو شبعان صحيح، ولكن لن ينمو ومش هيبقى عنده مناعه جيده، وبالتالي عشان كده امراضنا كتير لحد وصلنا حتى لحد السرطانات، يعني صحيح. كل شويه تبرعوا في خلل عندنا. الخلل الثاني برضو المهم قوي في حياتنا اللي هو نمط الحركه. امشي في اي شارع في مصر هتلاقي السيارات اكتر من الناس. مظبوط. العكس يعني المفروض في حركه والناس كلها كسلانه والقعده في البيت وما فيش رصيف نمشي عليه ومفيش مكان للعجل. دي مشكلة حتى كبيرة لو حد طبعا عايز ينزل بالعجله، هو ان الحيز المتاح للحركه بيخليك تقعدي في البيت تقعدي كل حاجه بالتليفون تكاوي والكلام ده. صح. يبقى احنا مفروض لو احنا عايزين نقي انفسنا من كلمه حساسيه هنعيد برمجه حياتنا كلها من اول ما نصحى من الصبح لحد ما ننام بالليل. هنصحى الصبح، الطلبة طبعا بيصحوا الصبح، بيصحوا الساعة كام؟ ما بيفطروش. أكبر خطأ بيرتكبوه الأطفال دلوقتي. طب لو شربوا شاي بلبن؟ كلام فارغ. مش كفاية؟ كلام فارغ. شاي إيه؟ شاي إيه؟ مع احترامي، شاي إيه ده؟ أنا مش عايز شاي خالص، ده الشاي هنسمع الشاي الأخضر لبعض الناس ومش عايزين شاي، الشاي ده ولا ليه يعني أنا شاطبه خالص، واللبن مفروض بس اللبن مش حاجة لوحدها، يبقى لازم نفطر. 47% من الأطفال المصريين لا يفطرون. وكبار. عشان عشان ما فيش قدوه زي ما حضرتك فضلتي، كبار، ما فيش وقت، ما فيش ثقافه، مش مقتنعين باللي احنا بنقوله. طيب احنا نترجم ترجمه فوريه لان مشاهدينا على طول اهو بداوا يتصلوا بينا. معانا ايمان من القاهره. صباح الخير يا ايمان، او مساء الخير بقى، احنا بعد 12. ايوه ممكن اكلم الدكتور لو طبعا اتفضلي سؤالك. بس عايز اسال، بس انا بنتي في المدرسه دلوقتي اول سنه ليها ومش بتفطر الصبح وعندها المناعه ضعيفه جدا. فانا عايز اعرف بس اعمل ايه عشان اقوي مناعتها. بس واضح يا ايمان انها مش في المدرسه لاني سامعه صوتها. لا ده اختها الصغيره. اختها الصغيره.
طيب برضه عندها كحه وحساسيه برضه، فانا مش عارفه اعمل ايه معاهم واقوي مناعتهم ازاي. طيب خليكي معانا حاضر. شكرا يا ايمان. هو هنبتدي اول حاجه الفطار. الفطار مش هنخليهم يفطروا لوحدهم، لازم انا افطر معاهم. أيوة. يبقى افطر معاهم، يبقى لازم اصحى بدري انا كمان. صحيح. يبقى لازم انام بدري. يا ريت نطفي النور في الشوارع، واللي عايز يطفي البرامج والتلفزيونات، يعني خلي الناس تنام، خلي الناس تنام. الشعب ما بينامش، الشعب ما بينامش عنده سرطانات في الاخر، بنخسر كتير جدا، والانتاج بتاعك بيقل ومناعتك بتقل، وامراض للاسف بتنتشر واحنا مش عارفين. طب ندي فيتامينات ولا حضرتك قلت اول حاجه الفطار، يبقى لازم ايمان تهتم بانها بناتها يفطروا. بس هنفطر ايه؟ هنفطر ايه؟ شاي بلبن؟ لا طبعا، هنفطر فطار حقيقي. الفطار الحقيقي كنا بنتكلم السنه اللي فاتت، الفطار ايه بيتقسم قسمين، قسم فيه حاجه اسمها بقول، واكل بعد كده منتجات البان. أيوة. يبقى لازم بقول، لازم فول، بروتينات كمان. البقول، البقول لازمه ليه؟ لان هيروحوا المدرسه سواء في الجامعه او اي حد ينزل، لازم ناخد بقول عشان تديني طاقه في النص الثاني من اليوم. دي من واحد. والحاجه الثانيه البقول بتخليني اقدر اتقبل اليوم، بمعنى البقول دينا حاجه اسمها الاحماض الامينيه، من ضمنها حمض اهم جدا اسمه تريبتوفان، يدخل داخل جسدي يعمل لي السيروتونين. السيروتونين ده مش موجود عند البلطجي، مش موجود عند انتحر، مش موجود عند المجرم زي ما العصابه ما عندوش سيروتونين، موجود عند حضرتك بتضحكي، عند واحد تاني بيقهقه، عند واحد تاني بيبتسم. يبقى السيروتونين هو هرمون السعاده والانبساط والانشراح والمزاج العالي والتقبل الاخرين، دي كيمياء تطلع من المخ. يبقى انا ازود السيروتونين عندي ان انا اخد بقول الصبح. يبقى اخد فول، اخد حمص، اخد ترمس، اي حاجه، بس احط عليها كمان فيتامين سي، حطيت عليها ليمونه، فلفل، سلطه طبعًا. يبقى هاخد سلطه في الفطار ده جديد. بعد كده منتجات الالبان، هناخد البان ليه؟ لان كتير جدا عندها هشاشه، اطفال صغيرين بيتكسروا كذا مره. صح. هناخد البان مش بشاي، لبن، لبن حقيقي، لبن زبادي، جبنه، مفيش مانع، عليه عسل نحل، انا موافق. وبعد كده جديد بقى السنه دي بنقوله، هندخل بقى السنه دي كمان فطار، فطار بالفواكه. يبقى اصبحنا بنقول لو سمحتوا خدوا فاكهه في الفطار، ده جديده ليه؟ لان لاحظوا في اوروبا وامريكا ان الاطفال ابتدوا يبعدوا عن كلمه فاكهه. قال لك هندخل الفاكهه في الكانتين، وهندخله في المدرسه، وهنخليهم يفطروا كمان فاكهه، واحسن فاكهه يفطروا بيها يعني لو الموز. تفاحيه مثلا واحده او موزايه ملفوفه كده في سوليفان لونه حلو، وفي الكانتين بتاع المدرسه في التلاجة الصغيره اللي موجوده، أتمنى. بدل الشوكولاتات والبونبونيات وجابوا برتقان وعصروه وجابوا خلاط، هيكلف كام العصير؟ اسال حضرتك سؤال، ينفع بدل الفاكهه نشرب عصير؟ مين اللي هيعمله؟ اللي هو الجاهز. لا، العلب مع احترام، حتى لو بيكتبوا عليه عصير طبيعي. ما بصدقش. ما بتصدق. انا بصدق ليه بقى؟ لانه يقول لك عصير طبيعي، عصير طبيعي ازاي وهو بقى له 6 شهور على الرف؟ يقول لك ما فيهوش مواد حافظ، ازاي ده هو ما عفنش ازاي؟ او يقول لك ما فيهوش سكر، خالي من السكر، وتطلقيه طعمه عالي جدا. ايوه انا مستعجب جدا. يقول لك لا اصل احنا حاطين ماده 2000 قوه، 2000 السكر، السكر بتاعنا عادي، سكر المقدره، حاطين الماده النقطه الواحده قد 2000 جزء من السكر بتاعنا. طب انا مش عارف ما هي ماده صناعيه، مشاكلها هتعمل ايه في المستقبل وكذا. 4 مواد. يبقى لازم الفاكهه مش عصير. وطلع كمان دلوقتي حاجات في بحث دراسه بتقول ان الشروات المحلاه اللي فيها سكر دي بتزود الحساسيه عند الناس، حتى لو الحوامل خدتها تخلف لي اطفال عندهم حساسيه في المستقبل. يبقى الحاجات المحلاه مش عايزينها، حتى لو متحليه في البيت. هنحليه في البيت، ونخلي نمره واحد عسل نحل اللي فيه 50 فايده. يعني تحلي الفاكهه او عصير الفاكهه اللي تعمله في بيتك بعسل النحل. بعسل النحل مفيش. ناخد فايزه. ناخد فايزه. اهلا فايزه، ازيك؟ تفضلي. الو، السلام عليكم.